مع هاد الاجواء ديال الثلج، ما يلغ غير السفنج وبرد ديال اتاي. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم كما راكم تلاحظوا غادي نحضروا مع بعض السفنج. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الابيض، عندنا جوج ديال الكؤوس نتاع الماء ما يعادل 300 مليلتر الماء الدافئ، انا عبرت بكاس العنبه. عندي معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز الفوريه، معلقه صغيره نتاع السكر، ومعلقه صغيره ديال الملح. غادي نمروا لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير غادي نحتاجوا جوج ديال الكؤوس نتاع الماء الدافئ، غادي نضيفولهم زوج ديال كيسان ديال الدقيق. انا هاد الدقيق هذا راني مغربلاتو، ديال الكؤوس. غادي نضيفو خميرة الخبز، نضيفو السكر، غادي نخلطو هاد المكونات بخلاط اليدوي. غادي نخلطوهم بالميكسور حتى نتحصلوا على هاد الفقاعات. غادي نضيفو كاس اخر، غادي نضيفو الملح. ما ضفناش الملح في الاول مع الخميره باش خميره الخبز تفاعل لنا هي والسكر. وها في هاد الاثناء غادي نضيفو الدقيق شويه بشويه، حنا نخلطو. لازمش نديرو كميات الدقيق كامله خطره واحده، كاين الدقيق اللي كيشرب كاين اللي لا. نضيفو الكميه شويه بشويه، ضروري عجينة السفنج خصها تجي مطلوقة، خصها تجي قاسحة. أنا غادي ندخل هاد الكمية اللي بقات لي في نتاع الدقيق في العجين ونرجع معاكم.
من بعد ما دخلنا هذيك الكميه ديال الدقيق كامله في الخليط رجعت عندنا العجينه بهذا الشكل. ضروري خصها تكون بهذا القوام هكذا كتلصق في اليدين. نحاولوا بحال ندلكوها بهذه الطريقه. في هذا الاثناء العجينه ديالي صبحت جاهزه، غادي نغطيوها ونخليوها 15 دقيقه ومن بعد نرجعوا عندها. ومن بعد ما مرت 15 دقيقه غادي نرجعوا عند العجينه ديالنا وغادي نحاولوا اننا ندلكوها بهذه الطريقه المره الثانيه. صافي نكتفيو بهذا القدر ونغطيو عليها ونخليوها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. من بعد ما خمرت معنا العجينه تكون على هذا الشكل، ضروري خصكم تخليوها تخمر مزيان. غادي ندهنوا يدينا بواحد شويه ديال الزيت وغادي نهبطوها كامله، نهبطوا العجينه. بعد غادي نجيبو واحد بلاطو اللي غادي ندهنوه بالزيت. هذا الشكل غادي ندهنو يدينا بالزيت ضروري، وغادي نبداو نشكلو الكرات ديالنا. الطريقة بالنسبة للحجم ديال الكرات كل واحد يدير الحجم اللي كيبغي، اللي بغى السفنج يجي كبير يقدر انه يكبر الحجم ديال الكرة. انا غادي نكمل حتى نكمل الكميه كامله. انا كملت الكميه ديالي كامله، هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. انا درت الحبات شويه كبار، بالنسبه اللي بغى الحبات ديال السفنج يجيو شويه صغار يقدر يصغر الكرات. غادي نخليهم غير بين ما سخنا الزيت ونمروا باش غادي نطيبوه. انا عندي هنايا جوج ديال المقلات، مقله اللي درت فيها واحد الكميه قليله من الزيت، واحد المقله او طنجره اللي درت فيها واحد الكميه كثيره من الزيت. باش نعرفوا باللي راه الزيت ديالنا سخنات، انا غادي ناخذ واحد الكميه من العجين وغادي نديرها في المقله ونشوفوا الى طلعت الفوق بهذه الطريقه نعرفوا ان الزيت ديالنا سخنت. ونبداو نطيبوا السفنج ديالنا. خواتي بالنسبه للطريقه كي غادي نديرو نطيبوه،
غادي نديرو يدنا شويه في الزيت باش غادي نقدروا نهزو الحبه ديال السفنج ديال العجينه عفوا، وغادي نجيو للوسط وغادي نديرو لها واحد الثقب بحال هكذا وغادي نمشيو معها بهذه الطريقه. بهذه الطريقه وغادي نحطو الحبه ديالنا في المقله بهذه الطريقه، نتمنى انه يكون واضح. وغادي نشوفوها شدت راسها، غادي نحاولوا نهزوها بهذه الطريقه وغادي نخويوها في المقله اللي فيها الزيت غزيره. كما راكم تلاحظوا بلا ما نخويو عاد فوقها الزيت كتبقى تنتفخ. كل ما نبغيو نهزو حبه من الكرات بهذه الطريقه غادي نديرو الثقب في الوسط ونمشيو معها بهذه الطريقه ونحطوها المقلاة. كما راكم تلاحظوا السفنج ديالنا تبارك الله ما شاء الله كينتفخ بوحدو بلا ما نخوي فوق منه الزيت. ضروري جوج ديال المقلات، وحده فيها الزيت قليله وحده فيها الزيت كثيره. هاي الحبه ديال السفنج ديالنا تجي على هذا الشكل. بنفس الطريقه غادي نهزو الحبه ديال السفنج ديالنا اللي درناها في الزيت قليله بطبيعة الحال. غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوها كي جات من الداخل. كما راكم تشوفوا يجي على هذا الشكل مهوي من الداخل ومقرمش من برا.
نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو نتمنى انك الى كنتي مازال ما اشتركتي في القناه انك تشتركي في القناه وديري جيم وتفعلي الجرس ليصلك كل جديد. مع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله.